الشيوخه تاعي يعرفوني، يعني احضر لحضرتكم انا الضيف تاع السن تاعي، يعني انا راني زميله تاع المدير في قطاع شرق الرياضه، زميله تاع الشيخ في قطاع الترضيه، يعني انا راني مخضره. وراه الاستاذ طالب استاذ كيقول لك باللي في 78 ولا الرياضه، انا زيدة في 78 وانا التلميذه تاعي قريت عندك، يعني الشيخ تاعي قريت عندك علوم طبيعيه. زيد استاذ عرش سيدي تاعي قطاع الشباب والرياضه، طبيعي جزيل شباب قطاع الشباب والرياضه، استاقف عمره في التربيه، يعني في التربيه والشباب والرياضه عمره في التربيه. زيد تعطينا في عدد سيدي في 78 هي. نقول لك انا دوكا راني ندير ستاج تاع انهار في ساعتكم ضمن الاغلبيه، راهم عارفين انا راني مخدمه قريت عده تخصصات، كيقولوا لي ما كانش واضح انتم، بصح شوفوا الولد اللي كنت ندير انيماتريس، باسكو انا راني مع جمعيات مع التربيه مع التلاميذ مع الزلاف، كان خاصني واحد المعلومات واحد التقوية خاصني نديرها نزيد نتعلم. كاين شي صوالح قريتهم في جامعات، كاين شي صوالح قريتهم في المدارس في المعاهد الرياضية، قريت فيهم بزاف صوالح، لكن شي صوالح قريتهم هنا، قريتهم هنا في هذا التربص في مدة قصيرة، تعلمت مع الشيوخ، تعلمت مع الشيخ العابد تعلمت الغناء واللحن مع الاستاذ بجربه الاستاذ العرش، تعلمت واحد الشيء صالح انا هي كانت ناقصني، شي كان صالح تلقاهم في الجامعه وشي كان صالح تلقاهم في معهد التمويل، هذا تربصات مهمه، انا ما كانش تربص في الدنيا ما نجيبهاش، ما كانش تربص ما نغامرش وما نضحيش من وقتي ومن مالي وما نمشيهاش، يقولوا لي اي تربص خلصت وكنت ولا صغير نغامر اي حاجه فيها معلومه جديده هذا علم جديد تكتسب. راني وصلت كي قال استاذ طارق اترشحت في يوم من الايام ماشي ست امور، بصح هذا اللي نعرف انا اللي ندير انا ما تخيلش بس توجور نبقي لونفون، لو كان انا ما نبقيش لونفون ما نجيش هاد التربص بالنيابه عن الزملاء. كيفاش جات ست امور سيناتريس؟ على بالك باللي كانت قريبه تفوت، انا باش نقولها لكم العقيله ماشي اللي جابلها، راني نقول لكم اللي كانت قريبه تفوت ليش تا هو كذا كان كيضرب الناس تاع الشكاره كبيره. الشكاره انا في الشابه انا عندي حماس، كاين ناس شباب كيفكم كانوا معايا داروا فيا ثقه، شباب هذه بيان شباب كيفكم داروا فيا ثقه وقفوا معايا حطوا معايا حملات انتخابيه وجبنا وضحنا وضحنا جبنا النتائج معليش غامضنا كنقولوا دخلنا في سوق تاع 14 الشكاره احنا غير شباب قليل احنا ناس بساطة، لكن هذا ما يبقاش عندنا في يوم من الايام راني رجعت على خش انا كنت نغير طفل، تا تقولي انا نغير طفل راه عندي جمعية ديال التدريب نتعامل مع الطفل في المجال الرياضي في المجال الشباني ديال رحلات مع الاطفال انا عايشين مع الطفل، والطفل ماهوش غير تلميذ كيفاش كان مخير خوك وشعرك وخوك يعني انت يعني انت تكوين ماهوش حياتهم اليومية في المجتمع اللي هما عايشين فيه ولا في الكوانتم، وقلت لك الشيخ ديالنا تنعمي مع الزملاء من لجنة الطاعة، قال لك ولذلك بني ثلاثة في سوق، حنا لجنة الطاعة الحمد لله كنا يعني تجاوب كنا نرجعوا يوم ما بيناتنا بصح اليوم واحد التنافس بقينا لجنة الطاعة مازال 12 واحد التنافس زعما كنا جايين وقع ما ديريش تنافس عندك العرف عندك العرف بلا تنافس غير ما شقاش دير براسها عندك العرف نصور راك تحبسك وعدها مدير المخيم اللي هو عطفة ضابطة وراح ساهم لأن هذا التخيم يجي إلينا جبنا أنيماتور ولا جمع سي المدير هو أنيماتور جبنا أنيماتور معاه جبنا أنيماتور صغير وهو نيابة عن الزملاء في لجنة الطاعة بغينا نقدموا له ما تقدموا لنا شهادات حنا بغينا نقدموا له شهادة شرفية
بزاف.